للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مكة المكرمة موفد النيل الزميل محمد حلمي. محمد، إذن لو تضعنا في طبيعة الخدمات التي تقدم للحجيج المصري. بالفعل تحياتي لك محمد من أمام إحدى العيادات الطبية التابعة للبعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة، والتي تصل إلى 14 عيادة، منها 11 عيادة بمكة المكرمة وثلاث عيادات طبية بالمدينة المنورة. أؤكد لك على مدار الساعة هذه العيادات تتحول إلى خلية نحل لتقديم كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية بل والوقائية للحجاج المصريين الذين أثنوا على تلك الخدمات والتي تقدم لهم طوال الساعة. معي الدكتور علي حطب رئيس الفريق الطبي الذي يتجول بالمستشفيات للوقوف على مدى الخدمات التي تقدم للمنومين بالمستشفيات بالتعاون مع السلطات السعودية. طمني عن الحالات الموجودة في المستشفيات يا دكتور علي. كل عام حضراتكم بخير، كل عام والأمة الإسلامية بخير وشعب مصر العظيم بخير. احنا برضو كفريق مستشفيات على مدار الساعة بنمر على مستشفيات مكة كلها اللي هم أكثر من 8 مستشفيات. الحمد لله نحب نطمن أهلنا في مصر إن احنا حاجات على بتاخد خدمة متكاملة والخدمة كاملة على أكمل وجه. عندنا 3 حالات تلقوا جلسات غسيل كلوي وتم ترتيب لهم جدول غسيل بانتظام. برضو عندنا حالتين محجوزين في مستشفى الملك عبد العزيز، حالتين في اسم القلب، واحد حريم وواحد رجال، والحالات مستقره ويتم اجراء الفحوصات والاجراءات اللازمه. عندنا حالتين في مستشفى النور، حاله حريم وحاله رجال. على مدار الساعه تحت اشراف الدكتور عمرو قنديل رئيس البعثه المصريه فريق يتجول ليل نهار للتنسيق بين المستشفيات والعيادات وكذلك لمتابعه الحجاج بعد خروجهم من المستشفيات. والحمد لله النهارده اتخرج من عندنا حالتين، حاله من مستشفى اجياد كان عندها ذبحه صدريه، وحاله كان في مستشفى النور كان عنده جلطه بالمخ وخرج خروج تعافي الحمد لله. دكتور، متابعه الحالات ده بتتم بقى في بعد خروج من المستشفيات في الفنادق ولا اثناء المشاعر؟ لا، احنا عندنا فريق وقائي موجود في الفنادق وعندنا فريق عيادات. احنا بنعمل قاعده بيانات للمريض برقم الغرفه واسم الفندق ورقم التليفون عشان الفريق بتاعنا يتواصل معاه حتى مدار الساعه حتى يتم المناسك ان شاء الله على خير. محمد، داعي بعض الحجاج المصريين الذي تم تقديم لهم الخدمات العلاجيه من خلال العيادات الطبيه، حاجة قولي لي اخبار الخدمات اللي تقدم لك وانطباعك عنها. الحمد لله، بصراحه يعني ربنا يجازيهم كل خير، في يعني حسن المعامله وفي تبشير بالشفاء بفضل الله. الحمد لله ادينا العلاج الحمد لله، وان شاء الله ربنا يجيب الشفاء وطمنونا، يعني هم طمنونا عن صحتنا الحمد لله، جزاهم الله خيرا. بالنسبه لك يا حاجه ايه الاخبار؟ الحمد لله كل خير والله، وربنا يبارك فيهم، شايف لنا طلباتنا كلها، مش محتاجين حاجه خالص، لا دكاتره ولا اي حد ولا مشرفين ولا اي حد، كلهم الحمد لله. هل صرفتي ادويه وكده يا حاجه؟ لسه راح اصرفها حضرتك. دي بالمجان برضه؟ بالمجان اه. بالنسبه لك يا حاجه؟ الحمد لله، هو اولا قبل كل شيء هو رضا من ربنا سبحانه وتعالى بان احنا يعني جينا في قرعه الجمعيات لانهم ناس محترمين جدا وشايفين مصلحتنا على اكمل وجه، وما فيش اي تقصير من جانب اي حد، من جهه البعثه الطبيه، من جهه الفنادق، رعايه كامله من جميع الجوانب، ونحن نشكرهم جدا ولهم جزيل الشكر والتكريم. حاجه قولي لي اخبار البعثه الطبيه ايه والخدمات التلتقى. بسم الله الرحمن الرحيم. البعثة هنا ونعم بيهم كلهم، بيقوموا بواجباتهم على أتم وجه وأحسن حال، وعايزين راحتنا في كل الأحوال وكل الأمور. يمكن كما ترى محمد هذه اللقاءات بشكل تلقائي مع الحجاج المصريين الذين أثنوا على الخدمات الطبية والعلاجية بل والوقاية. أؤكد لك أن أعضاء الفرق الطبية والتي تجوب كافة الفنادق المتواجد بها الحجاج المصريين وكذلك تجوب كافة المستشفيات للوقوف على الخدمة العلاجية المقدمة، هذا يتم طوال الساعة على مدار الساعة، وذلك لتوفير الأجواء الروحانية لضيوف الرحمن من الحجاج المصريين أينما كان. معك نعم. محمد، شكرا جزيلا الزميل محمد حلمي موفد النيل إلى مكة المكرمة، وشكر موصول أيضا إلى ضيفك الكريم والحجاج المصريين. نتمنى للجميع السلامة وحج مبرور وذنب مغفور بإذن الله.